طيب، السلام عليكم اخوة الاخوات، مجموعة الباحثين للمرة الثانية. ان شاء الله المرة دي نقدر نحاول ندعو دكتورة سلافة. دكتورة سلافة ما ظهرتي معانا. دكتور سلافة إذا شايفانا قدم الدعوة. أنا ما شايفك. تمام يا دكتور، قدم الدعوة. طيب، سامعني يا دكتورة؟ سامعك، بس لسه ستيل الصوت ما واضح، يعني في تشويش كده. إلى الآن صوته فيه تشويش. يلا كده يا داب، واضح كده؟ واضح. تمام. السلام عليكم الأخوة والأخوات من مجموعة عليكم ورحمة الباحثين الله. أنا ما السوريين. في، أنتوا سامعيني واضح؟ أيوة صوتك واضح. أول شيء نعتذر عن التأخير، أكثر من نصف ساعة، والتسجيل كان المفروض يكون عن طريق الزوم والبث المباشر في مجموعة الباحثين، لكن لأسباب تقنية فشلنا في إنه نستخدم تطبيق الزوم، وتأخرنا في استخدام الفيسبوك لايف في المجموعة. اليوم 18 أكتوبر، المفروض الجلسة دي تبدأ من الساعة 7 مع دكتورة سلافة، هتتكلم لنا عن أو في دردشة علمية عن سرطان الثدي وطريقة الفحص الذاتي. ما أطول عليكم وعلى الدكتورة، تفضل يا دكتورة، ممكن تبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الله وآله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيدة وفخورة بأنه ده اللايف الثالث لي، قصة مبادرة مجموعة الباحثين السودانيين Sudanese Research Initiative. قبل ما أبتدي وقبل ما أقول أي حاجة، يعني أنا بعتذر جدا لكل الناس اللي منتظرين كانوا متوقعين إننا نبدأ لايف في زمنه اللي هو الساعة 7 مساء بتوقيت السودان بسبب مشكلات تقنية. أنا واحدة من الناس ما بحب الانتظار نهائيا، فبالتالي بفترض إنه الناس كمان ما بيحبوا الانتظار. فيعني أنا بدخل عادة قبال لايفاتي ب 10 أو 5 دقائق عشان أنا أضبط الزمن، فبالله أعفو لينا. أنا متأكد إنه في ناس بيكونوا يعني ظابطين مواعيدهم وعندهم مواضيع تانية غيرنا. أنا برحب بكم كلكم، وبالنسبة للناس اللي يعني ما حضروا لي لايف قبل كده، أو الناس اللي ما شافوا إعلان البوست، أنا سلافة العاقب، أنا زوجة وأم لولدين ربنا يحفظهم. أنا طبيبة بشرية متخصصة، عندي بكالوريوس طب وجراحة عامة، متخصصة في مجال الصحة العامة طب المجتمع. أنا عندي ماجستير صحة عامة وصحة مناطق حارة وطالبة دكتورة إن شاء الله. أنا كاتبة ومدونة وناشطة في مجال الصحة الجسدية والنفسية للأم والطفل، الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، وماخذة كورسات أونلاين في مجال البوزيتيف بيرنتينج،
وفي اتجاه اني يعني اعمل هاي دبلومه لكيرنج اند اندرستاندينج اوف يونج بيبل، اللي هي فهم ورعايه صغار السن. عندي مدونه اسمها طفل عالم جميل على الووردبريس، برضو بتكلم فيها عن تجربتي التربويه مع اولادي. وانا صاحبه هاشتاج مبادره تعالوا نربي صح على الفيسبوك، اللي هي فيها بكتب فيها بوستات وبعمل لايفات وبترجم مغالات كلها بتصير في مجال التربيه الايجابيه. انا متحدثه في مجال تغذيه الذات وتحسين العلاقات الانسانيه. فيما يخص موضوع اللايف يا اخوان، الانسان عاده بيخاف من الحاجه اللي ما بيعرفها، زي خوف الطفل من الظلام. لما تقوم تولع عليه اللمبه وممكن يعاين للاوضه اللي هو كان خايف منها وشايف انها ظلام ويضحك. النور اللي ولع عليه ده يا اخواننا هو التوعيه الحسي احنا بنعمل فيها. احنا بنخاف من الايدز وخايفين من الكورونا وبنخاف من التوحد، ولما نسمع المرض اسمه المرض بتاع السرطان يكاد يكون هو المرض الوحيد اللي احنا بنلحقه بعباره حمان الله واياكم، او من زول يجيب سيره السرطان يقول حمان الله واياكم، اللهم امين، حمان الله شر كل الامراض. لكن يا اخواننا السبب بتاع خوفنا وتوجسنا من الامراض دي دون عن باقي الامراض هو عدم المعرفه، عدم معرفتنا بالعلاجات الناجعه، عدم معرفتنا بطرق الفحص الاساسيه، عدم معرفتنا بمسببات الامراض دي. فكل المجهود اللي هسه احنا بنعمل فيه التوعيه في الايام الدوليه وفي الشهور المعروفه بالنسبه للامم المتحده، ده كله القصد مني يا اخواننا اننا نولع النور، نولع النور. انا هتكلم ان شاء الله في 3 محاور. هتكلم عن السرطان عموما، تعريفه، الاعراض، العلاجات، ما هتكلم عن الاسباب كتير لانه اعتقد انه كان في لايف سابق اتعمل وتكلموا فيه باستفاضه عن الحاجه. هتكلم عن سرطان الثدي تحديدا وارتباطه بشهر اكتوبر، وهتكلم عن المحور الاساسي اللي انا عشانه اصلا عامله اللايف ده اللي هو طريقه الفحص الذاتي. السرطان مرض بيصيب الخلايا. الخلية دي أصلا هي أصغر جزء في تكوين الجسم أو في تكوين الكائن الحي، بني آدم، حيوان، نبات، أصغر وحدة في تكوينه اللي هي الخلية. فالسرطان مرض بيصيب الخلايا، والخلايا دي أصلا ربنا سبحانه وتعالى خالقة بتتخلق باستمرار وعملية مستمرة مما البني آدم يتولد، مما البني آدم يتخلق أصلا لحد ما يموت. بتتخلق، بتكون سليمة، بتأدي وظائفها في المنطقة المعينة. اللي بيحصل في السرطان إنه بيحصل تشويه في شكل الخلية، بيحصل تشويه في شكل الخلية، بالتالي بيحصل خلل في المجموعة المكونة للعضو، وبيحصل خلل في عمل العضو نفسه. ده باختصار اللي بيحصل في السرطان. السرطانات عادة مرتبطة بحدوث أورام، ما كل انواع السرطانات لكن في الاغلب الغالب العام انه بيحصل ورم. ما كل ورم معناه سرطان، عشان كده ما كل الاورام خبيثه، في اورام ممكن تكون حميده، يعني يكون ما حاصل تشويه في شكل الخليه وانما حاصل تضخم في حجم الخليه. فالورم بيكون حميد، وبيكون حميد لما يكون ما منتشر وما عامل اعراض، على عكس الورم الخبيث ممكن تلقى منه بؤر في حتات تانية غير اللي تم فيها اكتشافه اولا. طيب الورم الحميد بيكون عادة زي ما قلت محصور، بيكون علاجه يعني سريع وكامل بنفس الطريقة الورم الخبيث إذا تم اكتشافه مبكرا. إذا تم اكتشافه مبكرا علاجه سهل سريع وكامل، وحاذكر ليكم يعني حاجة أنا ذاتي عايشتها. أنواع السرطانات بتختلف على حسب مكان حدوث السرطان، على حسب مكان حدوث، لكن الشاهد إنه أي عضو في الجسم وأي غدة في الجسم وأي مكان في الجسم قابل لأنه يصاب بالسرطان، بما في ذلك الدم، بما في ذلك الدم. اختلاف أماكن السرطان برضو بيتأدي لاختلاف أعراض السرطان، يعني أعراض سرطان المخ بتختلف عن أعراض سرطان الثدي، بتختلف عن أعراض سرطان البروستيت، وهكذا على حسب مكان حدوثه بيكون شكل أعراضه. بالنسبة للعلاجات بتاعت السرطان في بالنسبة للأعراض عندي معلومة عايز أضيفها يا إخواننا، ما في عرض واحد إحنا بنقول عليه إنه ده سرطان، ما بنشخص بعرض واحد إلا في حالة سرطان الثدي. وأنا أثناء اللايف هشرح لكم إنه في شنو العرض الواحد
الممكن لما نلقاه يولع لنا ضوء احمر انه احنا المفروض نفحص اذا في سرطان او لا. اما ما عدا ذلك سرطان بيكون مجموعه من الاعراض بنلحقها بفحص عشان ناكد العرض ده، ممكن يكون في فحص بشكل انه تتشال عينه او غيره. لكن في حاله سرطان الثدي بتكون في علامات او اعراض او اشارات بتخلينا طوالي نحن نتحرك على الطبيب المختص عشان نفحص ونتاكد اذا في سرطان او ما. بالنسبه لعلاجات السرطان بتتراوح ما بين علاج دوائي وعلاج جراحي وعلاج كيميائي، وقد يحدث انه نعمل كومباينيشن نستخدم علاجين مع بعض او احيانا الثلاثه علاجات، وتلقى مريض يتعمل له علاج جراحي وعلاج كيميائي وهكذا. احنا شغلنا في مجال الصحه العامه بيعتمد على ثلاثه محاور، انه نرفع من مستوى الوعي الصحي، ونعزز السلوكيات الجيده، ونملك المعلومه الطبيه الصحيحه بطريقه مبسطه ومفهومه. اعتمادا على قاعده الوقايه خير من العلاج. يعني احنا بالضبط ستي از بارير او بارير بنجيف بين، يعني حائط بين المجتمع وحدوث الامراض او انتشار السلوكيات السلبيه. بالتالي احنا شغلنا بيكون قبل حدوث المشكله. عشان كده بنشتغل على المجتمع ما على فرد. يعني ما بننتظر لحد ما المشكله تحصل نجي نفتش لها حل. ده القصد من التوعيه، انه احنا نوعي ونوري عشان الناس يعني زي ما بيقولوا تعرف هي دايره تخوت رجلها وين، قبل حدوث المرض او قبل حدوث السلوك والمشكله. عشان كده انا يعني بتمنى انه كل اختصاصي الصحه العامه يعني يجتهدوا في انهم يؤدوا دورهم في نشر الوعي عبر السوشيال ميديا، المؤسسات التعليميه، المؤسسات العلميه، الاعلام، وكل التجمعات اللي هم بيتواجدوا فيها. دي مهمتهم زي ما قلت قبل اننا نولع النور. طيب ارتباط سرطان الثدي او التوعية بمكافحة سرطان الثدي شهر اكتوبر، اكتوبر الوردي، التسمية دي يا اخواننا صحيحة؟ طيب هل هي شاملة؟ الاجابة مني انا لا، التسمية دي ما صحيحة، لانه فيها نوع من الاستيريوتايبنج او التنميط اللي هو بيقول شنو يعني الشعار ده، الشعار ده لونه وردي، الشعار بيأكد انه اللون ده لون بنات. طب ده ما حاصل، يعني انا شفت كميه من التيشيرتس والهوديز والتشامبرز والهاتس والرجاليه لونها بينك في منتهى الجمال، فدي حاجه ما حاصله، يعني انه احنا نقول انه اللون البينك ده لون بنات. وكمان التسميه دي ما شامله، ما شامله ليه؟ لانه انا كبير في بدايه الله قلت انه السرطان ده ممكن يصيب اي عضو من اعضاء الجسم. الرجال عندهم اثدا اللي هو جمع ثدي، بالتالي بيصيبهم سرطان الثدي. لكن فورشنيتلي بنسبه بسيطه جدا جدا اللي هي 0.5% من مجموع الحالات. كيف؟ يعني لو في 100 حاله مكتشفه بتاع سرطان الثدي اقل من 1% من الحالات دي يكونوا رجال. لكن الشاهد انهم بيصابوا بسرطان الثدي وفي حالات مكتشفه ومعالجه. يعني احنا ممكن مثلا نقول انه السيدات ما بيجيهم سرطان بروستيت. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى ما خالق عندهم غده تحت البروستيت. فبالتالي اللي هو سرطان البروستاتا زي ما بيقولوا عليه بالعربي. فما بيجيهم سرطان بروستات. لكن يا اخوانا سرطان الثدي يصيب الرجال ويصيب النساء. عشان كده انا قلت انه اللون اللي هو على شكل فيون كده ما شامل انه يكون لونه وردي. فقاموا مؤخرا غيروا اللون بتاع الشعار ده، اضافوا فيه لون ازرق. ولسه التنميط والاستيريوتايبنج مستمر عشان يقول شنو انه اللون الازرق ده بتاع الرجال واللون البمبي او البينك او الوردي ده بتاع البنات. المهم باختصار انه اللوجو بيبقى فيه اللونين. اللوجو غير اللوجو ده رئيس منظمه اسمها منظمه جوهان نايك، وغير اللوجو في اطار حملته للتوعيه بسرطان الثدي عند الرجال. اصلا شهر اكتوبر تم اعتماده كشهر للتوعيه او شهر عالمي للتوعيه بسرطان الثدي قبل 26 سنه عبر مؤسسه اسمها مؤسسه سوزان كومان في الولايات المتحده الامريكيه. المؤسسه دي اتاسست سنه منظمه اتاسست سنه 1992، وهي يعني تكاد تكون المؤسسه الاشهر في مكافحه سرطان الثدي على مستوى العالم. انفقت وما زالت تنفق مليارات الدولارات في دعم التوعيه والبحوث الطبيه
والصحية، وكمان دعم وعمل برامج اجتماعية للمصابات بسرطان الثدي. الكلام ده بتعمله على مستوى 50 دولة على مستوى العالم. دي القصة بتاعت الشعار بتاع شهر أكتوبر وارتباطه بالتوعية بسرطان الثدي. أصلا هي شنو الأيام والشهور العالمية دي؟ يعني اليوم العالمي للتوحد، معروف إنه شهر أبريل مثلا ده فيه توعية بمرض التوحد، اليوم العالمي للمتلازمة داون، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم العالمي للسكري، اليوم العالمي لمرض العمى. إخواننا في أكثر من 177 يوم عالمي على مدار السنة تحتفل بها الأمم المتحدة. بيرتبط الاحتفال بالأيام أو الشهور الدولية دي بمجالات العمل بتاعت المجالات العمل الرئيسية تحت الأمم المتحدة، اللي هي شنو؟ اللي هي حفظ الأمن والسلام الدوليين، تعزيز التنمية المستدامة، دعم العمل الإنساني، حماية حقوق الإنسان، وضمان تنفيذ القانون الدولي. عشان كده الأيام العالمية اللي هم بيحتفلوا بيها دي كلها بتدخل في المجال ده، رغم إنه في بعض الأيام العالمية كان بيتم الاحتفال بها قبل إنشاء الأمم المتحدة. عشان كده الغرض من الاحتفال بالأيام الدولية تثقيف وزيادة وعي عامة الناس، عامة الناس يعني الغير مختصين في المجال. الغير مختصين في المجال، توعيتهم بشنو؟ توعيتهم بالقضايا والموضوعات ذات الأهمية والتأثير على المجتمع، سواء كان التأثير ده سلبي أو إيجابي. يعني مثلا زي التوعية بإيقاف الختان، التوعية بإيقاف العنف ضد المرأة، بيوعوا بالحاجة الإيجابية عشان يعززوها، يعززوا السلوك الإيجابي عشان يتم ممارسة في المجتمع، وبتتم التوعية بالأمر السلبي عشان يعزز التوقف عنه عن ممارسة السلوك. الأمم المتحدة بتتشارك في الأمر ده مع الحكومات، مع منظمات المجتمع المدني، مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، مع المواطنين في شكل حاجة اسمها الـ Peer Education اللي هو تعليم الأقران. دي عادة بنعملها بين التينيجر اللي هم المراهقين، وعبر برنامج اسمه الـ Community Based Education اللي هو أنت بتدخل المجتمعات اللي ما عندها مقدرة تحضر لايفات زي لايفاتنا دي، أو ما عندهم أكسس لسوشيال ميديا، فأنت بتتعامل مع الكوميونيتي ليدرز، الشيوخ، الشباب المتعلمين في المجتمعات دي، بتدربهم، بتأهلهم، بتوصل لهم المعلومة، وهم بدورهم بيوصلوها لمجتمعهم بلغتهم وبطريقتهم اللي هم بيفهموها. طيب مؤخرا كمان دخلت السوشيال ميديا في مجال التوعية. الخلاصة إنه الأيام الدولية يا إخواننا للأمم المتحدة هي أداة لنشر الوعي، أداة لنشر الوعي. إذا عندك أي إضافة يا أستاذ وافي قبل ما أنا أواصل في موضوع اللايف؟ لا واصل الدكتورة، ما في أي مشكلة. طبعا النظام تمام. الأسئلة هيختلف، بس الشباب الزول عنده سؤال يكتب لنا في الكومنت، وإن شاء الله هنقول له تشاهد الدكتورة وتجاوب ما عليه في بعد ما مشكلة نخلص إن السيشن. شاء الله إن شاء الله. طيب يا إخوانا، سبب اللايف ده إنه أنا يعني في إطار نشر الوعي في صفحتي الشخصية على الفيسبوك قاعدة أنزل بوستات من بداية شهر أكتوبر فيها توعية بسرطان الثدي وبأهمية الفحص الذاتي، ونزلت زي بوستين تقريبا بشرح الطريقة بتاعت الفحص الذاتي. لكن لا زلت بتلقى كمية من الرسائل على الماسنجر من سيدات بيقولوا لي يا أخي إحنا يعني ما وقعت لنا طريقة بتاعت الفحص الذاتي. فاقترح علي زوجي، هو برضه طبيب واختصاصي صحة عامة، إنه أعمل برزنتيشن عديل للفحص ده. يعني أنا أعمل لايف وأشرح فيه بطريقة عملية الفحص الذاتي، لأنه الشيء اللي بتشاف بتفهم أكتر وما بتنسي، ما زي الحاجة اللي بتتقري أو بتتسمع. فعلى هذا الأساس أنا يعني ده المحور الأساسي بتاع اللايف ده. أول حاجة يا إخوانا، نحن يعني شابكين السيدات أعمل الفحص الذاتي، والفحص الذاتي بيرفع نسبة العلاج يعني إذا تم اكتشاف السرطان 91%، والفحص الذاتي ده هو وقاية لك. هي تفحص شنو؟ يعني إحنا مش المفروض نوريها هي ده تفتش شنو؟ احنا يا اخوانا في الفحص الذاتي بنفتش على 8 حاجات. بنفتش على اي تغيير في حجم الثدي، على اي تغيير في شكل الثدي، اي تغيير في حجم الحلمة، واي تغيير في شكل الحلمة. بنفتش على اي كتل
أو رام تتلمس في منطقة الإبط، بنفتش على أي إفراز من الحلمة أو من أي منطقة تانية في الثدي، أي إفراز غير اللبن. حاجة رقم 8، بنفتش على أي تقرحات أو جروح. كده انت احنا اديناك مفتاح الخريطة، كده انت فاهمة انت دايرة تفحص شنو، دايرة تفتش على شنو. الأورام اللي بتتم اكتشافها في المرحلة دي، يعني في المرحلة دي اللي هي بالصدفة بيدك ساي اكتشفتيها من غير ما تكون عاملة أعراض، 80% فيها حميدة، 20% بس خبيثة. زي ما قلت كبير بيكون في تضخم في حجم الخلية. يعني لو في 100 سيدة بالفحص الذاتي اللي عملوه بيدهم اكتشفوا انه في كتل، وفي يعني لما يمشي يفحصوا في 80 سيدة بدهم خروج، ما عندكم اي مشكلة، 20 بس خبيثات. ال 20% الخبيثة دي ذاتها عندي ليكم فيها بشرة سارة. لكن ده اقول لكم الحجم بتاع الورم بيكون كيف. المراجع القديمة كانت بتقول انه قدر حبة الفاصوليا، لكن لا، هو اكبر شوية. تقريبا حجم العملة المعدنية، الجنيه او الالف جنيه المعدني ده كده بيكون حجم كده، يعني لما يتلمس بيكون ده حجم الكتله. ال 20% الخبيثات الكبير قلتهم في البدايه، مش قلنا 80% تكون يعني حميده. ال 20% الخبيثه دي لما يتم اكتشافها في المرحله دي علاجها بيكون كامل وسريع ومن غير اي مضاعفات، وما بيكون عنده اي انتشار. وشي خبيثه بيكون كده، بترتفع نسبه العلاج هنا يا اخواننا ل 91%. يعني لو في النسبة ال 20% خبيثة دي عبارة عن 100 سيدة، فيهم أكثر من 91 سيدة بيتم علاجهم علاج كامل من غير أي مضاعفات ومن غير أي انتشار، وبمارسوا حياتهم عادي. أنا كبير قلت لكم حاذكر لكم حاجة أنا عايشتها. أنا والدتي ربنا يرحمها ويغفر ليها في فترة من فترات حياتها اكتشفت في الفحص الذاتي بالصدفة كتلة في الإبط، كتلة في إبطها اليمين، ورتني ليها وإميديتلي، يعني إميديتلي دي يا إخواننا تاني يوم طوالي انا وديت الاختصاص بتاع الجراحه، وفعلا كان سرطان في الثدي اليمين، وتم يعني علاجه جراحيا واخذت جلسات كيميائيه وعاشت حياته طبيعي جدا سنوات طويله، وما كان هو السبب في وفاته، ما كان عنده اي انتشار ولا اي اثر في حياته. فدي الحته بتاعت انه انا عايشت الحاجه دي، انه ريلي بيكون العلاج تام. واقول لكم حاجه، اخذت علاج كيميائي ما حتى لا شعره نهائي، لانه اصلا ما كان في انتشار، الجرعه اللي اخذتها كانت بسيطه جدا جدا. عشان كده يا اخوانا احنا قاعدين نشجع على الفحص الذاتي، وبنقول فتشي نفسك وما تقلقي. انا هسه حوريك تفتشي نفسك كيف وهتلقي شنو، وان شاء الله يا رب كل ما تفتشي نفسك ما تلقي حاجه. طيب، في اسئله قد تخطر على بال الست فيما يخص الفحص الذاتي. دائما لما يعني في الشرح وفي الندوات، ولما يقول لك الفحص الذاتي تعمليه في اليوم ال 14 بعد نهايه الدوره الشهريه، او تعمليه بعد 7 ايام من الاغتسال من الدوره الشهريه. طيب، هل الفحص ده مرتبط بالدورة؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنه في سيدات دورتهم بتكون متوقفة لسبب من الأسباب. هل دين ما يعملوا الفحص الذاتي؟ لا، يعملوا. السيدات الحوامل، في بعض السيدات المرضعات الدورة بتكون متوقفة، بعض السيدات اللي بياخدوا علاجات هرمونية ممكن تعمل بعض الاضطرابات توقف الدورة، دين يفحصوا يعمل الفحص الذاتي. الفحص ده يا أخوانا مرتبط بأنه يتعامل شهريا، بس في دورة ما في دورة يتعامل كل شهر. الستات اللي دورتهم الشهريه متوقفه بتظبطي في موبايلك يوم تحددي انت بمزاجك، كل شهر يوم واحد في الشهر، اخر يوم يوم 30، يوم 5، شهريا تعمل فيه الفحص. اذا الفحص ما مرتبط بالدوره الشهريه. طيب، سؤال ثاني، انت دورتك الشهريه مستمره ومنتظمه، قد يخطر على بالك سؤال انه ليه ما نعمله اثناء ايام الدوره او قبلها بيوم يومين؟ الاجابه انه يا اخواننا الدوره الشهريه دي عباره عن تغييرات هرمونيه، هي شغل هرموني، فبتعمل تغييرات في الجسم في اثناء حدوثها. في بعض السيدات بيحصل لهم الم في الثديين، في بعض السيدات ممكن يلمسوا كتل، يعني الواحده فعلا لو بتلمس نفسها اثناء الدوره الشهريه بتلقى في كتل او يعني اللي هي عباره عن عقده الليمفاويه، دي حاجات ما عندها اي اثار يعني خبيثه. في بعض السيدات بتحصل لهم زياده في حجم الثديين، ده كله يا اخوانا شيء طبيعي، عشان كده تجنبا للكونفيوجن اللي بيحصل ده احنا بنقول يتعمل الفحص الذاتي اليوم السابع بعد الاغتسال. اوريك تعدي كيف، لانه برضه في سيدات بيقول احنا ما قاعدين نعرف. وظيفه كانت الايام بتاع دورتك 3 ايام، 5 ايام، 7 ايام، اخر يوم بعد ما اغتسلتي بتعدي من بكره.
بتعدي واحد اثنين، لما انتصلي اليوم رقم 7 انت ده انسب ايام، من 7 لحد 12. في الخمس او ست ايام دي انسب تعملي فيها الفحص الذاتي، بتكون كل التغييرات الهرمونيه في جسمك انتهت ورجعت بصوره، يعني جسمك رجع بصوره طبيعيه. تمام؟ طيب السيدات اللي ممكن يعني الواحد يخطر برضو على باله سؤال، انه انا حافهم الفحص ده؟ يعني هل هعمله صح؟ انا بطمنك انه ممكن فعلا انت في الشهر الاول او في الشهر الثاني يكون يعني شويه غريب عليك وانت ما فاهمه، لكن بالتكرار وبانك هسي انت حاليا في اللايف ده عرفتي انت بتفتش على شنو، تاكدي انك انت يعني زي ما بقول الموضوع هيجي عليكي هيكون واضح، وحتلاقي نفسك تلقائيا حريصه انك كل شهر تعملي. موضوع ده بسيط وسريع جدا جدا. سؤال قد يخطر على بال السيدات اللي عندهم تاريخ اسري. يعني شو تاريخ اسري؟ يعني ست يكون والدتها او عمتها او اختها او بنت خالتها جاها سرطان ثدي، بقى خلاص في فاميلي هيستوري، بقى في تاريخ اسري. فممكن الواحده تسال طيب انا ازاي دي كده اعمل الفحص؟ انا واحده من الناس عندي تاريخ اسري، والدتي الله يرحمها في الله كان عندها سرطان ثدي، هل اعمل الكشف او الفحص الذاتي ده اكثر من مره في الشهر؟ لا، مره كفايه للوقايه ما بتحتاج حتى لو عندك فاميلي هيستوري. هل الرضاعة الطبيعية بتحمي من سرطان الثدي؟ ما بنسبة 100%، ما بنسبة 100% تم اكتشاف حالات أثناء عملية الرضاعة الطبيعية. طب سرطان الثدي ده بيجي في أعمار صغيرة؟ أيوه بيجي في أعمار صغيرة. السائد في المراجع وفي البحوث والإصدارات إنه بيجي في العمر من 40، يعني في عمر 40 فما فوق، وهسي مؤخرا بقى في عمر 45 فما فوق، دي أحدث الإصدارات. لكن تم اكتشاف حالات سرطان ثدي في عمر العشرينات وفي بداية الثلاثينات. طيب يعني شنو ماموجرام؟ احنا دايما لما نيجي نعمل التوعية بسرطان الثدي بنتكلم عن الماموجرام، انه برضو من المهم انك لو عندك إمكانية او في سنتر في المكان اللي انت متواجد فيه تعمل الماموجرام. الماموجرام دي يا اخوانا الكلمة بتاعت مامو وما مال، دي كلمة لاتينية معناها ثديي، معناها حاجة ثديية. فالماموجرام هو عبارة عن صورة أشعة للثدي. في تعريفه إن إحنا بنقول إنها هي صورة أشعة، صورة بتاعت أشعة للثدي قليلة الإشعاع. هي صورة أشعة لكن قليلة الإشعاع، إشعاع بيكون بنسبة بسيطة. القصد إنه أصلا إحنا عايزين نبتعد عن مصادر الإشعاع في المنطقة دي، فعشان كده الصورة دي قليلة الإشعاع. الطريقة بتاعتها هي عبارة عن لوحين، لو في زول مثلا شاف قبل كده في المستشفى، لوحين طبيات موصلات بجهاز بتاع تصوير. بتجي الست اللي عايزه تعمل كشف على الثدي بتاعها بتخطى لوح قدام الثدي اللي عايزين يكشف عليه ولوح تاني بورا، اللوحين بيكونوا كده وهي في النص، بتتعمل ضغطه خفيفه كده الصوره بتتاخد. طيب اهميته شنو؟ ليه يعني نعمل ماموجرام؟ الماموجرام ده يا اخواننا يعتبر خط الدفاع الثاني بعد الفحص الذاتي. اهميته ودقته زي دقه الفحص بتاع صوره الموجات للحمل الصغير او للحمل الصغير. الحمل بيكون عمره 3 4 اسابيع وما ما بيسهر مثلا في فحص البول، بتتعمل صوره موجات بيسهر بنفس الطريقه. الماموجرام، الماموجرام بيظهر لنا كل الكتل الصغيره اللي انت ما قدرت تصل اليها في الفحص الذاتي بيدك. بيتعمل 200، قبل 5 سنوات كانوا بينصح بانه يتعمل مره واحده في سن ال40، لكن اخر اصدارات الدبليو اتش او قالت انه يتعمل في سن ال45 كاول مره، بتستمر تعمليه سنوي لحد سن ال55، بعد ذاك بيتعمل مره كل سنتين. لكن بالنسبه للسيدات اللي عندهم تاريخ اسري، الجبيل انا تكلمت عنهم، انت في الحاله دي اللي عندك تاريخ اسري الاختصاصي هو اللي بيوضح لك، اختصاصي النساء والتوليد او اختصاصي في مركز الثدي اذا عندك امكانيه تصليه هو اللي بيحدد لك. بعد ما يعمل كشف سريري وبعد ما يعرف يشيل الفاميلي هيستوري بتاعك، يعرف درجه قرابه المصابه ليكي ويشوف وضعك الصحي العام، بعد ذاك هو اللي بيحدد لك انه انت تعمل الفحص ده كله كم. قبل من ضمن الاسئله كان ممكن يا اخوان يكون في يعني يخطر على بالنا سؤال انه هل سرطان الثدي ده يعني بيصيب فئات معينه او في فئات اكثر عرضه لانها تصاب به؟ لانه هسه احنا في كلامنا ده سرطان الثدي ده بيصيب الرجال والنساء،
بصيب المتزوجات وغير المتزوجات، وبصيب المرضعات وغير المرضعات، بصيب كبار السن وصغار السن. الإجابة أيوة، في فئات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، اللي هي بيقول لك عموما السيدات الأكثر من عمر الـ40، عشان كده البنات بخافوا من كبر السن، أو مؤخرا أكثر من عمر الـ45. السيدات اللي عندهم تاريخ أسري ده مفروغ منه، ديل أكثر عرضة لأنهم يصابوا بسرطان الثدي. السيدات اللي أنجبوا أول طفل في سن متأخر أو تزوجت وما أنجبت، يكون في تراكم بتاع هرمونات. السيدات اللي بدأت الدورة عندهم في وقت مبكر اللي هو قبل عمر 11 سنة، ده احنا بنسميه البلوغ المبكر، بيحصل عادة يعني في الغرى والأرياف، لكن في بعض دول الخليج قاعد يحصل، اللي هو قبل عمر 11 سنة البيت بيحصل لها دورة شهرية، وده بيعتمد يعني على عوامل كثيرة جدا، البيئة المحيطة، طريقة الغذاء وكده. السيدات اللي بتنقطع عندهم الدورة في عمر كبير، أنا بعرف سيدات لحد عمر 52 سنة و53 سنة دورتهم مستمرة. السيدات اللي بياخدوا في علاج هرموني تعويضي بعد انقطاع الدورة، اللي احنا الاسم العلمي بنسميه المينبوز، وعنده تسمية باللغة العربية يعني فيها نوع من الإجحاف، اللي هي بيسموها سن اليأس. ما في أي يأس يا إخواننا، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أنا بعرف ناس كتار جدا بعد ما وصلوا يعني سن المعاش وطلعوا، يعني اكتشفوا هوايات جديدة، اكتشفوا مهن جديدة، وتطوعوا في أعمال خيرية، والواحد يعني وبدوا يسافر، اكتشف الواحد حياته بعد سن المعاش، فما في يأس في الموضوع. يعني هي اسمها فترة المينبوز، فالسيدات اللي بياخدوا في علاج هرموني تعويضي للفترة دي عادة بيحصل الحاجة دي، برضو معرضات للإصابة بسرطان الثدي. السيدات اللي تعرضوا لأشعة في منطقة الصدر أكثر من مرة، السيدات اللي اتأخذت منهم عينة من الثدي لأي سبب من الأسباب، السيدات اللي ولدوا أطفال وما رضوا عن رضاعة طبيعية. زي ما قلنا الرضاعة الطبيعية ما بتحمي بنسبة 100%، لكن كمان عدمها في حالة إنجاب طفل قد يكون من الأسباب المحفزة لسرطان الثدي. يلا العشر فئات اللي أنا ذكرتها دي هي دي الفئات اللي إحنا بنركز معاها في الفحص أكتر من غيرها. طيب نجي للمحور اللايف الأساسي، زي ما قلت لكم اللي أنا أصلا أساسه أساسا أنا عشانه عاملة اللايف ده، اللي هو الفحص الذاتي. أول حاجة أنا دايرة يعني أعرفكم عليه، ومش بقول لك قول اسمك الثلاثي قول اسمك الرباعي، أنا دايرة أعرفكم على الفحص ده. الفحص ده اسمه خماسي، اسمه الفحص الذاتي اليدوي المنزلي الشهري. الفحص اللي هو كشف عادي ذاتي بتعمليه انت ذاتك، ما بيحتاج تستعيني بشخص ثاني طبيب او غيره. يدوي بتعمليه بيدك بس، ما بتحتاج لاي اجهزه او 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 اشعه او اي معينات. شهري بتعمليه كل شهر. منزلي بتعمليه في البيت، ما بتحتاج تمشي مركز صحي ولا تمشي مستشفى ولا اي حاجه. تمام. في قسمين، القسم الاول فحص بالنظر بتعيني بعينك، القسم الثاني فحص باللمس اللي هو بتستخدم فيه يدك. في الفحص بالنظر بنفتش على حاجات معينه، في الفحص باللمس بنفتش على حاجات معينه. طيب اول خطوه بتعمليها انك الفحص ده بتحتاجي فيه لمرايه، وغد تحتاجي لسرير. هوضح في نهايه كلامي السرير بتعملي بيه شنو. بتحتاجي لمرايه عشان تكوني مرتاحه، المرايه تكون في الحمام او في اوضه النوم. اول خطوه بتعمليها بتعري النص الاعلى من جسمك، نصك الفوق، بتطلعي هدومك بتجيبي قدام المرايه وانت عاريه تماما النص الاعلى عشان اي حاجه تكون واضحه بالنسبه لك. طيب اول خطوه بتعمليها شنو؟ انت واقفه قدام المرايه بتعايني لشكل الثديين. الشيء الطبيعي انه الثديين قدر بعض، لكن برضه بصوره طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى خالق بعض النساء بيكون في ثدي اكبر شويه من الثاني، او في ثدي مشدود على الجسم والثاني اليتل بيت بروتيريودي او متدلي اكثر من الثاني، لكن بصوره طبيعيه. انت باستمرار وتكرار الفحص الذاتي كل شهر هتعرفي طبيعه جسمك وطبيعه ثدييك، تفهمي الطبيعي من الما طبيعي فيها. الخطوه الثانيه بتعايني لشكل الحلمتين برضو بنفس الطريقه، الشيء الطبيعي انه يكونوا بارزات لبرا،
لكن ربنا سبحانه وتعالى خالق بعض السيدات عندهم الحلمتين غدسات لجوا، الحلمتين ما واحدة، الطبيعي انه الحلمتين يكونوا غدسات لجوا او الحلمتين برزات لبرا، ما طبيعي لما واحدة فيهم تكون في الحالة دي. احيانا بعض السيدات الواحدة في شهر من الشهور تقول لك انه يعني الحلمة غدست لجوا واحدة من الحلمات، لكن بمجرد ما تضغطها بتطلع لبرا وترجع طبيعية، دي بتحصل عادة عند المرضعات. لكن في اي لحظة انت حاولت ترجعي الحلمة دي وحسيتي انها مشدودة لجوا او ظلت غادسة ما طلعت، ده مؤشر انك طوالي تمشي تقابلي اختصاصي النساء والتوليد حقك عشان هو يحولك لمركز خاص تعسلي، من غير ما تزعجي نفسك اني يا رب التغيير ده في ورم، في ما تزعجي نفسك بحاجة. لقيت الحالة مو بتطلع لبرا غادسة مشدودة لجوا، ده مؤشر انك تقابلي الطبيب طوالي. طيب الحاجة الثالثة اللي بتشوفيها شكل الجلد المغطي الثديين. الجلد ده دايما بيوصف بانه املس، وفي المراجع بيشبهوه بالكفه بتاعت اليد. جلد الكفه بتاعت اليد مش شايفه، املس ما فيه مسام واسعه وكده، ده شكل الجلد بتاع الثدي. لكن احيانا بيحصل تغيير ما طبيعي في شكل البيل او القشره بتاعت الجريب فروت، فهمتيني؟ مش الجريب فروت مش فيها زي مسام، مسام تحسي انها زي فاق، بيحصل تغيير. أنا شفت حالات يعني كثيرة جات بدايات كانت بتاعة سرطان بالطريقة دي. فأول ما تلقي شكل جلد الثدي بتاعك فيه الخزق دي أو فيه الفتحات دي، برضو ده مؤشر إنك أنت تراجعي المختص بتاعك. الجلد بتاع الثديين زي ما قلنا أملس مستوي، مستوي يعني ما فيه حتة بارزة لبرا ولا فيه حتة غادسة لجوه، ده شيء طبيعي. جلدك زيه زي جلد اليدين، زيه زي جلد الوش وهكذا. فبرضه لو لاحظتي اي بروز ما طبيعي في الجلد، اي حته قدست لجوه، بتراجعي الطبيب المختص. طيب انت كده خلصتي من الفحص بتاع النظر، هتيجي تعملي الفحص بتاع اللمس اللي هو ده الجزء اللي بتستخدم فيه يدك. بيكون كيف؟ انت مستمره في نفس وقفتك قدام المرايه والنص الاعلى من جسمك عاري. اول خطوه بتعمليها بتضغطي على كل حلمه، ده أول جزء في فحص اللمس. بتضغط على كل حلمة عشان تشوفي إذا في إفراز منها. الإفرازات دي بتختلف زي ما بيقولوا أشكال وأنواع. في إفراز ممكن يكون برائحة، في إفراز من غير رائحة، في إفراز ما عنده لون اللي هو مائي زي الموية، في إفراز بلون. يعني في إفرازات مثلا ممكن في ثدي الست تضغطه ينزل دم. انا شفت حالات يعني بالوصف ده انه الست دي تشتكي من انها هي بتضغط حلمه الثدي بينزل دم. انا اشتغلت قبل سنوات في حاجه اسمها مجموعه المبادرات النسائيه مع دكتور كمال حمد اختصاصي الاورام في منطقه من مناطق الخرطوم على اطراف الخرطوم. كنا بنعمل توعيه بسرطان الثدي على ارض الواقع زي هسه الشغل انا بعمله ده. فكانوا بيجونا حالات يعني بالافرازات دي. خلايا المحيطه في التهاب ممكن يكون في افراز ممكن لونه يكون بني، ممكن ده شويه اللي يعني بيخوفنا او بيخليه يعني زي ما بيقولوا يضوي نور احمر، لكن الشاهد انه بغض النظر عن لون او شكل او رائحه الافراز، اي افراز من الثدي علامه لانك لازم تراجع الطبيب المختص. يا اخوانا الثدي ده بيفرز لبن بس، وفي اوقات معينه كمان. اي حاجه غير اللبن تقابلي بها طبيب مختص، تقابلي بيها الطبيب المختص. طيب بعد كده انت وصلتي لاخر مرحله واهم مرحله، بدنا نفحص الثديين ذاته. كيف بتفحص الثديين؟ الفحص الذاتي للثديين كيف؟ انت واقفه قدام المرايه، اول خطوه بتعمليها انك بتحطي يدك في نصك الطريقه دي كده. بعد ما حطيتي يدينك في نصك بالوضع ده، بتقومي ترفعي اكتافك وتغطي سرجبتك كده لجوه، يعني مده بتاع دقيقه. الحركه دي لازم منها وانت بتعاني في المرايه، اي كتله او اي تورم في الثدي بيبرز، بتشاف واضح. تمام خلصتي؟ بعدك تيجي عشان تفحص الثدي، بتقومي ترفعي يدك الشمال بتحطيها ورا راسك هنا، ما هنا،
لا ورا محل الكعكة، وبتجيبي كف يدك الشمال تفحصيه تديك اليمين. بتفحصي كيف؟ بتتخيلي انه القصد من الحركة دي انه العضلات بتاعت الثدي تكون مرتخية عشان انت تقدري تصلي لأي حاجة تلمسيها، وفي اي شيء اب نورمال اي شيء ما طبيعي انت بتلقيه. يدك الشمال، يدك اليمين ورا راسك، بكف يدك الشمال بتفحصي ثديك اليمين. بتتخيلي انه في ساعة بتاعت حائط مدورة في منطقة الثدي. ساعة الحائط دي الأرقام العمودية فيها المعروفة اللي هي 12 قصادة 6 و3 قصادة 9. دي الطريقة بتاعت الفحص. بتحطي يدك الساعة 12 هنا، تمام، وبتبتدي تنزلي. أنا ما أعرف إذا كانت الصورة واضحة ولا لا. أيوه بتبتدي تنزلي، ما بتمشي سريع، لا أنت بتضغطي، تستخدمي أصابعينك الأربعة ديل زي لما الدكتور يجي يفحص البطن، مش بتحسي انه هو بهبش لكن بيضغط باصابعينه اللي جوا، هو بيقرا باصابعينه، بتفتش على حاجه معينه باصابعينه بنفس الطريقه. انت بتفتش على اي كتله او ورم ما طبيعي. فانت خدت ايدك هنا بتفتش الساعه 12 وانت نازله كده 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 الساعه 3 والساعه 6. الساعه 6 دي بالضبط بفوق لحد ما تسد. خلصتي بترجعي ثاني تطلعي تعملي الساعه 12، لكن الساعه 12 المره الثانيه بتطلعي بالي فوق انت بتفتش. طبعا لما تكوني انت ما لابسه هدومك الفحص بيكون اوضح بالنسبه لك، وانت طالعه كده بتفتشي لحد ما تصلي هنا في منطقه عظم الترجوه في منطقه الرقبه هنا، برضه بتفتش على اي عقد لمفاويه متضخمه، تمام. بترجعي، ما دي الساعه 12، بترجعي تعملي الساعه 9 وتاني الساعه 6. كده بتكوني فحصتي الثدي بصوره دائريه، الساعه 12 الساعه 3 والساعه 6، ثاني 12 والساعه 9 والساعه 6، تمام. انت ما خلصتي، انت عايزه تشوفي القط بنفس الوضع، يدك اليمين ورا راسي بيدك الشمال. المره دي بتستخدم اصابعينك الخمسه لان انت عايزه تهبشي في الثديين، ما بتعملي كده، لا بتهبشي كده في الثدي اليمين. خلصتي ان شاء الله ما تلقي حاجه، بتقبلي بالجهه الثانيه، بترفع يدك الشمال بتحطيها ورا راسك، بتجيبي كفه يدك اليمين الساعه 12 الساعه 9 الساعة 6 زي ما قلنا، بتضغطي وما بتمشي سريع، بتحبش انت ما بتفتش. تاني الساعة 12 لحد ما تصل هنا فوق في الكتف، الساعة 9 الساعة 3 والساعة 6 تاني، يدينك بتشوفي الإبط الشمال. طيب انت كده فحص الثدي اليمين والثدي الشمال. بعد نهاية فحص الثديين باليد بترجعي تاني تحطي يدك في نص الخط الكبير، انا قلت لك بتعملي شنو؟ بتدنجري اللي تحت كده قدام وانت بتعاني في المرايه. الدنجيره دي بتخلي برضو اي كتله في الثدي بتنزل، بتكون ظاهره بتبرز، هو كله شغل في عضلات، انت بترخي عضله بتشد عضله بتظهر لك. دي كده نهايه الفحص الذاتي المنزلي الشهري اليدوي اللي احنا قاعدين نقول للسيدات يعملوها. السيدات برام، انا مش قبيل قلت الرجال برضه بيصابوا بسرطان الثدي، بينصح ان الرجال يعملوه لكن كل سنه مره واحده في السنه عشان الواحد ما ينسى. بينصح انه يعملوا يربطوا بعيد ميلاده، يوم عيد ميلادك كل سنه وطيب الطايم الصباح نص النهار بالليل، انه انت بتكون عارف انه كل عيد ميلاد ليك انت كل سنه بتعمل الفحص بتاع الثدي بنفس الطريقه. قبيل انا قلت قد تحتاج لسرير، السرير بيحتاج له السيدات اللي حجم الثدي عندهم كبير، فدي في الفحص باللمس ما بتقدر تلقى حاجه وهي واقفه، بتعمل فحص النظر اللي قلناه ووصفناه كله عادي وهي واقفه قدام المرايه. لما تيجي عشان تلمس الثدي الفحص بتاع الساعه بتاعت الحائط المدوره بترقد في السرير عشان عضلات الثدي تسترخى، ما بينفع انها تاخد يدها ورا راسها، فبترقد في السرير. ده السبب بتاع استخدام السرير عشان تعمله. زي ما قلت بالتكرار انت هتفهم الحاصل، وكل شهر ان شاء الله يعني هتعمليه وما هتحسي انك انت يعني ما فاهمه الحاصل، انت هتكوني فاهمه الحاصل وان شاء الله انت كل شهر يعني تفحصي وما تلقيه. والشاهد انه انت اول واهم شخص في انقاذ حياتي من سرطان الثدي. انا قبل ما اختم عندي شويه هايبوثيسيس كده او معتقدات عند الناس عايزه اعلق عليها. التعليق الاول انه يا اخواننا اسمه خبيث عشان ما بيعمل وجع، لو كان بيعمل ألم يعني عادة احنا نستحمل الألم،
فطوالي تمشي للدكتور عشان تفتش علاج. لكن الغالب والاعم انه الالم ما من الاعراض الاوليه لسرطان الثدي. حتى عموما احنا نكون مرتاحين لما تيجي الست تشتكي من الم في ثدييها، ما مؤشر بتاع سرطان، ما علامه اوليه، ما لم يصل مرحله بتاعت مضاعفات. الهيبوثيسيس الثاني انه الناس بتقول لك لو شالوا عينه من الثدي بينتشر الورم، ما بينتشر الورم، بيشيل العينه. العينات دي بيشيلها يا اخوانا ناس مختصين بروفيشنال، ناس مدربين، ولا بد من انه تتشال عينه عشان تاكد الفحص، يا تاكده يا تنفيه. لكن ما في يعني اصلا لو هو ورم حميد حيكون لوكالايز قاعد في محله ما حينتشر، يعني هبشته عشان يتشال منه عينه ما حتنشره. ده معتقد يعني عند الناس. الحاجه الاخيره عايزه اعلق عليها انه يعني انا بسمع من بنات كثيرات في مواقع التواصل الاجتماعي، والوحده يا اما بتحكي عن نفسها او بتحكي عن الناس الكبار، تقول لك مثلا حبوبتي او عمتي اكتشفت والله يعني كتله في الثدي او في ابطينه، لكن والله قالت هي خايفه يعني ما بتمشي تقابل الدكتور يقول لها عندك سرطان. ما هو الدكتور ما حيديك سرطان من درج المكتب بتاعه، لو في سرطان حيقول لك فيه، ويكون جميل انك جايه في المرحله دي عشان يتعالج سريع وزي ما انا قلت من غير اي اثار، ما حيأثر على حياتك. لو ما في سرطان حيقول لك ما في سرطان، فيبقى من الافضل في كل الاحوال انك تقطع الشق اليغين زي ما بقوله وتمشي للدكتور وتتاكد. الدكتور اللي انا بنصح به هو طبيب اختصاص النساء والتوليد، او ممكن تمشي لطبيب باطنه هو بعد ذاك بيعرف يوجهك للمكان اللي ممكن تحسك فيه الثدي بطريقه بروفيشنال. انا يعني بتمنى لكم كلكم تمام الصحه وكمال الصحه ومنتهى الصحه، وبدعي بالشفاء لكل المرضى، وبشكركم على زمنكم على انكم اتحملتوا الحركات تحت التغنيه اللي اتعملت في الاول ولايف ما قدرنا نبداه. بشكر الجنود المجهولين على راسهم استاذ وفي اللي هم يعني اجتهدوا عشان يخلوا اللقاء ده ممكن من وراء الكواليس. شكرا جزيلا لكم، شكرا على زمنكم، السلام عليكم ورحمه الله. نحن شاكرين لك جدا دكتور سلافة العاقب على تسلم، التأخير والصعوبات التقنية اللي حصلت، لكن قدمت شيء جميل العفو، جدا مشكلة، جدا اتحفظ. بطريقة واضحة. شكرا أيوة إن جزيلا، شاء الله نستفيد منها كلنا. تسلم يا رب. أيوة قبل كده الأسبوع اللي فات قدم دكتور غسان شايف، وقبل شوية كان معانا برضو يتكلم برضو عن ايوه سرطان الثدي بصورة عامة، ودي الحلقة الثانية زي ما قلنا. وبداية كلامك أنت اتحفزتي على أكتوبر الوردي، انه قلت اتعدل برضو جلون تاني ازرق، وصح ايوه زي ما ذكرت انه السرطان بيصيب. حتى دكتور غسان قال ايوه كلمه كانت محيره، قال صح بيصيب الرجال بنسبه 0.5%، يعني 0.5 ايوه يعني بالضبط كده، واحد هي بكل 1000. 0.5%. وسبحان الله يا استاذ وفي، لقوا انه النسبه دي متقاربه في الولايات المتحده الامريكيه وفي الدول الاوروبيه وحتى في دول العالم العربي، ما اكثر من كده بين الحالات المكتشفه. حتى ايوه ذكر تاكيد الكلام، ذكر شيء يعني مقاربه، بيقول انه الواحد من 1000 من الرجال اللي تم التشخيص بالسرطان معناه هو يكاد يكون مؤكد 100% اصابته بسرطان الثدي، ايوه بالضبط في حين كده، انه ايوه ما في فيهم شك. مجتمعاتنا مع الاسف ايوه في السودان الناس بتنظر لسرطان الثدي بانه شيء يخص النساء فقط، لا ونوع من كان التابوهات كانه انه الرجال ما عندهم اصداء، ما انا قلت هو بيخص باي ايوه. عضو الرجال. طيب قبل ما اشوف اسئله الشباب، داير منك رساله للمجتمع السوداني او الاباء الابناء الازواج، دورهم في المجتمع، لانه مثلا انا ذكرت نفس الكلام ده للدكتور غسان انه في الفاجر، انا في الفاجر الان في حملات بتاعه التوعيه بسرطان الثدي، لكن مع الاسف بتكون مثلا العربيه اللي فيها شعار معلقه غير السائق العربيه، بيكون ما في ثاني رجل، يعني كل الناس بيكونوا شابات او نساء اللي هو حملات يعني ماشيين في حمله التوعيه. أها وين دورنا نحن كشباب؟ يعني احنا خلاص دوركم ضمننا ال كرجال. 0.5% دي وقعدنا. ايوه رسالتك شنو؟ زي ما انا هسه قلت يا اخواننا، احنا نولع النور، احنا منو؟ احنا الناس المختصين، الناس في المجال ده. انت ما قادر تصل زي ما يعني هسه انا هنا ما قادر اصل الناس الفاشل عشان في مشكله في الشبكه، ولا عشان هم اصلا ما عندهم اكسس على الانترنت. انا بقدر اصل للناس ازيكم اللي ممكن يصلوا المجتمعات دي ويوصلوا رسالتي. ده اللي احنا كنا بنعمله. انا اشتغلت في فتره من فترات حياتي في معسكرات عطاش وكلمه، معسكرات ابشوك، المعسكرات المعروفه في معسكرات النازحين في شمال وجنوب دارفور. كنا بنعمل شغل بتاع التوعيه في تابع للريبروكتيف هيلث اللي هو في الصحه الانجابيه. ففي التوعيه دي احنا كنا بندرب الناس اللي من المجتمع، هم بيقدروا يوصلوا للمجتمع
افضل مننا. يعني هسي انا لو قعدت بطريقه كلامي دي وبطريقه شرحي دي ما حقدر اوصل المعنى المطلوب ولا حقدر اقنع 1% منهم. لكن لما انا اجيب اولادنا المتعلمين وبناتهم الدرسوا والدايات المدربات تدريب يعني قانوني والدايات التقليديات واشرح لهن الكلام ده حيفهموا، حيقدروا يوصلوا الرساله بطريقه افضل مني انا. ده اللي انا يعني بنوه ليه، وانا يعني اللي انا بجتهد هسه انه انا اعمله في صفحتي. دايما انا بقول لهم يا اخواننا، يعني مثلا قبل نعمل لايف عن زوايا القاصرات، قلت لهم يا جماعه انا متاكده الفئه اللي بتمارس زوايا القاصرات ما هتحضر اللايف ده، لكن هيحضروا الجيل المتعلم فيهم، الجيل الواعي. الواعي ده ما تعليم بالمناسبه، الواعي ابدا ما تعليم، الجيل الواعي فيهم، في الرجال الكبار العجايز زي بتلقى في ناس واعيين ومتقبلين للحاجه الجديده البوزيتيف، الحاجه الجديده الصحيحه. فعلى هذا الاساس انا يعني دايما يعني بحفز انه الناس تشتغل على الفئه دي، التدريب والتاهيل ونشر التوعيه وتمليك المعلومه الصحيحه، وماله نستخدم الوسائل اللي بتقدر تصل لهم، العربيه اللي بتلف بالميكروفون، الناس اللي عندهم موبايلات، تنتشر رسائل، تطلع بوسترز، ندوات في المدارس، ده كله شغل ممكن يتعمل في ظل التوعيه. كلام جميل، شكرا جزيلا. طيب نشوف الأسئلة بتاعت الشباب في الفيسبوك. ادي تعال. في سؤال من الطيب القاسم بيقول: هل في أسباب معينة لانتشار المرض بالتحديد في المجتمع القروي؟ ومتى ممكن نقول أو نطلق على انتشار المرض إنه وباء؟ لا، ما عنده ارتباط بمجتمع غروي او مجتمع مدينه، بالعكس احنا ممكن نقول انه سرطان الثدي، اذا كان هو سؤاله بيختص بسرطان الثدي، ممكن نقول سرطان الثدي وبقيه السرطانات مرتبطه بالمدنيه او بالتمدن اكثر. اختلاف اللايف ستايل بتاع الناس، شكل الحياه، التلوث الحاصل، استخدام زي ما انا قلت ال WHO نفسها منظمه الصحه العالميه في احدث اصداراتها قالت انه ما زال ما في المام تام باسباب محدده للسرطانات. يعني كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي يعني قاعدين نتهم في الاسباب دي، تمام؟ فوجود الاشعاع والبيئه الملوثه والتلوث الحاصل في الجو، الاطعمه المحفوظه، الالوان اللي بتتعمل في الاطعمه دي كلها ممكن تكون مسببات. فما عنده ارتباط بمكان، ما عنده ارتباط بمكان، لكن ممكن في سؤاله ده اذا كانت القريه دي مثلا قريبه من منطقه بتاعه شغل بتاع اشعاع، يعني غرية مثلا في مدينة في روسيا واحدة من الغرف جنب مفاعل نووي، هما بيكونوا أكثر عرضة لأنه تحصل عندهم سرطانات. غرية في الشمالية جنب منطقة بتدفن فيها نفايات ما معروف أصلا شنو، بيكونوا أكثر عرضة لأنه يتعرضوا للسرطانات، لكن عموما ما مرتبط بمكان. معلش الجزء الثاني كان من سؤاله شنو؟ الجزء الثاني قال: 200 نطلق على الكلام ده وباء إذا انتشر في مجتمع بيطلع عليه وباء معين. على حسب احصائيات وقوانين محدده وضعها منظمه الصحه العالميه عشان تقدر تطلق انه العدد الفلاني على حسب احصائيات سكان المنطقه وحسب الحالات المرصوده المؤكده، مش باعراض بس، لا لا هي يعني بوزيتيف لتستد. يعني هسه احنا كورونا دي ما كنا بنقدر نقول انه حصل وباء في الصين ما لم يكون الناس اللي ظهرت عندهم الاعراض اتفحص وطلع انه فعلا عندهم، انه فعلا دي كورونا. فعلى هذا الاساس بيتم تحديد نسب مئويه بيقدروا بعد ذاك يطلعوا على انه المنطقه دي اصابه وباء. كلام جميل. طيب في سؤال من هاني، لكن جاوبتي عليه ضمنيا، بيتكلم عن نسبة الإشارة، نسبة الإصابة عند الرجال والكلام ده ذكرتيه. ايوه محمد خالف الله بيقول: معدل الإصابة وسرطان الثدي في إثيوبيا، وهل الرقص أو اهتزاز الجسد يمنع الإصابة؟ لأنه الإثيوبيين مثلا مشهورين بالرقيص فيه واهتزاز الجسم كله، هل الكلام ده عنده علاقة بالمرض؟ سؤال ده من محمد خالف الله. بيدخل في ما نسميه هايبوثيسيس او معتقدات. اي حاجه ما تم اثباتها علميا واتعملت عليها دراسات وابحاث ما بنقدر يعني نفتي فيها. فحته انه الرقص بيمنع انه يحصل سرطان ما عنده اثر، لكن انا ممكن اعلق على الحته دي بانه في فتره من الفترات كان اخواننا الجنوبيين من كل القبائل اللي بيمارسوا الرقص العنيف بتاع القفز ده كانوا دايما بيشتكوا من بول دموي، بالذات البول بتاع فترة الصباح. الحركة بتاعت الرقيص والهز دي كانت بتفجر الشعيرات الدموية الصغيرة في المثانة،
بالتالي الواحد لما يرقد ويصحى الصباح أول بول بيبوله الصباح بيكون دموي، فده السبب. فأما غير كده أنا ما عندي سي على السؤال بتاعه، يعني ما عندي إجابة علمية على السؤال ده. يعني افتراض ساي. لا دي افتراضات، طيب افتراضات إنه الرقص مثلا بيمنع سرطان الثدي. الرقص ممكن يصلح المزاج، يعدل المزاج، لكن ما عنده علاقة بالسرطان. طيب تقريبا هنا ما في، غطينا كل الأسئلة. تمام في شباب طلبوا انه يتدخلوا معانا في اللايف، لكن اعتذر لانه تأخرنا اصلا في بداية التسجيل، فما عايزين نطول ايوه عليكم او على الدكتورة. لكن بصورة عامة، نصيحة أخيرة يا بالضبط. دكتورة، العادات او المعتقدات السيئة سواء كان بمرض سرطان الثدي او الامراض بصورة عامة في السودان ممكن تسلط علينا بس على واحد اثنين ثلاثة، في معتقدات شنو هي ما عندها علاقة بالمرض أو بالإصابة أو بالعلاج، ونحن في السودان أو في المجتمعات بصورة عامة مؤمنين بها ومسلمين غير الحاجات اللي بها هسه عند انا قلتها الثقة. دي، غير انه إن لو اتهبش اتشالت عينه بتنشر أيوه السرطان، وانه السيدات الوحده يعني تكتشف انه عندها كتله ما طبيعيه وتقوم تدسها على اساس انه هو ما نزله، ما حيتعالج براو، ما حياخد ايامه ويمشي، لا ابدا، ده حيقعد وحيستغر، حيجيب عياله زي ما بقولوا. فيا يعني اوعوا وانتبهوا، وارجوكم الناس اللي هسه بيحضروا في اللايف والناس اللي عملوا شير لللايف، انتوا ناس واعيين، انشر الوعي. هسي الفحص اللي انا عملته ده صعب؟ ما صعب، كل شهر اعمليه وانا ساكت بينك وبين روحك، صور روحك بالموبايل واعمليه، ما حاجه صعبه. فاخواننا بجد الوعي ده بيولع على اللمبه، بيخلينا يعني نقدر نعرف البينه من العلينه. مش احسن الواحد يعرف يعني بدل ما يكون قاعد مغلق سال يقطع الشك باليقين بالوعي وبالمعرفه، واساله الما عارف في ذمه العارف، اساله وفتشه. اهو اجتهادات زي هسي بيعملوها، يعني انا بسميه الجروب الاكثر ايجابيه، جروب مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك، جروب بيساعد على التطور والإنجاز في كل مناحي الحياة. الناس تفتش وتسأل، بتتلقي زي ما انتوا بتقعدوا في مواقع التواصل الاجتماعي فور انترتينمنت، فور انترتينمنت، بنفس الطريقة زي ما انتوا بتستمتعوا بتلقوا الفائدة، بتلقوا المعلومة. كلام جميل. في سؤال ظهر لي جد أنا في كلام. الخاص بيقول: شكرا دكتور سلاف على الجهد المقدر، لو واحدة ظهر تسلم. لها ورم وظاهر في مقدمة الثدي في حالة تطور، ده ممكن يعتبر اتهام بنسبة كبيرة؟ زي ما انا قلت، اي شيء ما طبيعي، ورم، افراز، ما تزعجي نفسك بان يا ربي خبيث، يا ربي حميد، يا ربي التهاب، يا ربي انا بس حصل لي كده والشهر الجاي ما حيس. طوالي هسي شفتي بدل سؤالك ده، بكره دي انا لما اقول immediately انا جاده، انا بمجرد ما والدتي ورتني انا بتذكر الكلام ده رغم انه له عشرات السنين، بتذكر كمان كنت يا داب خريجه وتقريبا في سنه سادسه. ثاني يوم طوالي وديت الدكتور الجراح. انت هسه بتسمعي في كلامنا ده، بكره ان شاء الله، بكره شنو؟ بكره الثلاثه، بكره الاثنين تمشي بكرة الدكتور. الاثنين. اي تمشي الدكتور، قصك ما تزعجي نفسك، لانه هسه انا في موقعي ده، انا مش طبيبه، ما حقدر اقول لك ده حميد ولا خبيث ولا التهاب نهائي، ما لم اشوفك وافحصك واشوف الشيء ذاته اللي انت بتشكي منه ده، اهبشه، اطلب منه صوره، اطلب له عينه، ما في زول بيقدر يشخص لك، ما في زول بيقدر يشخص لك. شكرا جزيلا، وحمانا الله والجميع بإذن الله من اللهم سرطان امين، الثدي، اللهم امين. ونكرر للمرة الثانية اعتذارنا على التأخير وإنه ما قدرنا ننقل الفعالية عن طريق الزوم علشان الناس تشارك معنا بالأسئلة، وقدرنا نجاوب على قدر الأسئلة اللي ظهرت لنا. شكرا للمرة الثانية دكتور سلافة على رحابة صدرك، شكرا لكم، شكرا على أخرناكم. ثقتكم، شكرا شكرا لك. على عشمكم. انا ما عندي اي مشكله، اخرتوني على عشاء العيال بس، ما في اي حاجه تانية مهمه. عفو ونحن لسه لنا. الدنيا طيب عندنا نهايه اسبوع، يعني انا بجد سعيده جدا انه انا اكون جزء من منظومه نشر الوعي، ويعني زي ما بقولوا انا ريدي ات اني تايم. شكرا جزيلا لكم، في ميزان حسناتكم يا رب. شكرا جزيلا والشيخ والاخوات مجموعه الباحثين. الناس اللي فاتوا من الجلسه فاتتهم الجلسه حتكون مسجله، سواء كان في المجموعه شكرا حتكون جزيلا، محفوظه او حتكون في قناتنا في اليوتيوب. ان شاء الله في لقاء تمام اخر في إن شاء الله. سلسلتنا اكتوبر الوردي الازرق في سلسله التوعيه بسرطان الثدي. شكرا جزيلا. It's a good shot. السلام It's a good عليكم shot. ورحمه عليكم الله. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.